وقد أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى أعطى المكانة الرفيعة للمرأة وجعلها شريكة أساسية في مسيرة البناء والتطوير، حتى باتت المرأة البحرينية عنوانا للعطاء والبذل ونموذجا مشرفا لخدمة وطنها ومجتمعها ومثالا حضاريا يحتذى به. وبمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام ويحتفى به هذا العام تحت عنوان المرأة البحرينية في مجال العمل الدبلوماسي، أشادت رئيسة مجلس النواب بالجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة في ترجمة التوجيهات الملكية السامية وتوظيف الخطط والبرامج والمبادرات الوطنية التي تعنى بالمرأة ضمن استراتيجيات وبرامج الحكومة، ونوهت معاليها بالدعم الكبير والمساندة المستمرة من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى لكافة الجهود والمبادرات والرؤى الوطنية التي تعنى بالمرأة، حيث أسست سموها قاعدة متينة وطريقا رحبا لنقل المرأة من مرحلة التمكين والنهوض إلى مرحلة التقدم عبر تفعيل إمكانياتها وتعزيز دورها في بناء دولة المؤسسات والقانون.